إذن نبدأ نشرتنا من تعز، حيث أكد الثوار هناك استمرار مضيهم في سبيل استكمال تحقيق أهداف ثورة فبراير المجيدة. نعم، وهتف الثوار في وقفة نفذوها عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية تزامنا مع قرب الذكرى 11 للثورة. هتفوا بشعارات عبروا فيها عن ولائهم المستمر لثورة فبراير وأهدافها الرامية إلى تحقيق يمن اتحادي تسوده الحرية والعدالة والمساواة. كما طالب الثوار في ذات الوقفة بسرعة إنهاء الانقلاب الحوثي الذي مثل عائقا أمام طموحات اليمنيين وأمالهم، معبرين عن تأييدهم لقرار تصنيف الميليشيا جماعة إرهابية. وينضم معنا من تعز مراسلنا أيمن قائد. إذن أيمن، مع قرب حلول ذكرى ثورة 11 من فبراير، ما هي أبرز الرسائل التي وجهها ثوار المدينة؟ نعم هشام، إذن تزامنا مع اقتراب هذه الذكرى الثورية ثورة 11 من فبراير المجيدة، والتي أصاحت السابق قبل أكثر من 10 سنوات، تمر هذه الذكرى اليوم أو تقترب هذه الذكرى اليوم، وثوار مدينة تعز يجددون ولائهم المطلق لهذه الثورة ولمبادئها وأهدافها التي خرج الشباب حينها من أجلها، حازمين ب يعني يمن اتحادي ومستقل يسوده الحرية والعدالة والبناء والمساواة والتنمية. خلال هذه المسيرة الثورية مرت هذه السنين بعديد من الأحداث السياسية والعسكرية التي حاولت أن تقف أمام مشروع الثورة والثوار. أحد هذه المشاريع طبعا هو انقلاب ميليشيا الحوثية الانقلابية على الدولة ومؤسساتها في أواخر العام 2014. مثل هذا الانقلاب حجر عثرة أمام الثوار وأمام ثورة 11 فبراير وأمام شبابها وأهدافها ومبادئها. وماذا عن الدولة الاتحادية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني؟ نعم هشام، هذا الانقلاب طاح ربما بكافة المشاريع التي والطموحات التي عمل الشباب حينها من أجل الوصول باليمن إلى الدولة الاتحادية المنشودة. انقلاب ميليشيا الحوثي الذي أثر على مخرجات الحوار الوطني وأيضا على كافة مخرجات ثورة 11 من فبراير. اليوم الثوار يؤكدون بأن مقارعة ميليشيا الحوثي الانقلابية والسعي لإنهاء هذا الانقلاب هو استمرارا من في نضالهم الذي بدأوه في عام 2011 في ثورة 11 من فبراير. وبالتالي يؤكد الثوار اليوم بأن كل ما وصلت إليه البلاد اليوم من ظروف سياسية وعسكرية واقتصادية تقف خلفها أو يقف خلفها هذا الانقلاب الحوثي الذي أثر على البلاد بشكل كبير وعلى اليمنيين وأعادهم إلى قرون بعيدة ربما من الزمن. هناك رسائل عدة تضمنتها وقفة اليوم في ساعة الحرية، أبرزها استمرار ولائهم لهذه الثورة والسعي لمقارعة الانقلاب الحوثي ومطالبة العالم الدولي بإيقاف هذه الجرائم التي تمارس اليوم من قبل الميليشيا في كافة المحافظات بحق المدنيين والأبرياء العزل. وأيضا هناك مطالبات أو تأييد عفوا لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية. الرسائل اليوم موجهة للعالم الدولي بأن يكون هناك موقف جدي وتحرك فعلي بعد إصدار هذا القرار لإنهاء هذه الجرائم التي تمارس بحق اليمنيين ولإنهاء هذه المعاناة التي وصل إليها اليمنيون اليوم بعد أكثر من 5 أو 6 سنوات على الانقلاب الحوثي. هناك رسائل وجهت للحكومة الشرعية بضرورة السعي اليوم لإيجاد حلول اقتصادية مستعجلة، خاصة في ظل ظروف التدهور الاقتصادي والانهيار للعملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية، والسعي لإيجاد حلول جذرية ومعالجات اقتصادية وتفعيل موانئ البلاد ومواردها من أجل تنشيط الاقتصاد، وبفعل
أو بعد أن وصل إليه حاله إلى ما وصل إليه اليوم وأثر على حياة المواطنين. نعم، إذن المعيشية كانت هذه وبالتالي نعم أبرز الرسائل التي وجهها ثوار مدينة تعز اليوم بعد صلاة الجمعة. شكرا جزيلا لك زميل أيمن قائد مراسلنا من تعز.